Nach Hongkong. Das. Ey. كل ما شاكي ديالكم وانا عيب الله المشكل ديال الميكرو ما كانش محلو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جي اليوم إن شاء الله بالاسم ديالي والاسم الأسماء ديالكم نتوما كاملين باش نحلوا جميع المشاكل اللي كيعانيو منها السكينة من صغير حتى لكبير. وإن شاء الله اليوم جمعتكم باش اللي عنده شي مشكل يقولوا لنا وما غيخرج من هنا إن شاء الله حتى يتحلي هذا المشكل ان شاء الله باذن الله. فما تحشموش واللي عنده شي مشكل يقولوا ومرحبا به. نبداو على بركه الله. تفضل سيدي قول لي شنو هو المشكل ديالك. انا المشكل ديالي السي نخيب هو انني عندي واحد الدار بنيتها بلا رخصه وفاش كنت كنبني فيها سعادة النخيب كنت كنبني غير بالليل يعني باش ما يحسني لا مقدم لا القيد ويصدقوا مريبين عليا. فاش كملتها السي نخيب صافي مشى البناي جات المدام سولتني قالت لي فين هي الطواليط. قلت لي دورت عيني ما بانش لي الطواليط وانا نعيط للبناي اللي بنا لينا الدار وقال لي راه نسيت لكم الطواليط ما درتهاش. ودابا المشكله السي النخيب راه جا عندنا المقدم قال لي والله وتمشي تزيد شي زوره حتى نريب لك الدار. ودابا حنا راه حنا مزيرين بزاف السي النخيب بلقاو لينا شي حل الله يرحم ليكم الوالد راه نتفرقعوا رانا دابا ومزير. طيلا يلا دوي مع القدم. صافي تنتهي ان شاء الله غنحل لك هاد المشكل هذا. واخا هاد المشكل صراحة غيتحل ان شاء الله كيف غيتحلوا كاع المشاكل غيتحل ان شاء الله. تفضل اسيدي. انا صراحة المشكل اللي عندي هو انني كان واحد البيت في الدرب انا مشود كاز انا زوف انا جاي كاز خدام فهمتيني. كان واحد البيت في الدرب والمشكله دابا داك الباب ديال داك البيت اون فاس ما كاينه كوميساريه. واش انا ساعدت النخيب فين ما نخرج يشدوني حقا ديك المره الكمامه مره اخرى قال لك حقا شكينا فيك وبزاف السي النخيب بزاف وانا وليت فين ما نخرج نتشد. واش انا شفار وانا كنخرج نتنفس كيشدوني عباد الله وبزاف السي النخيب بقى لينا شي حل الله يجازيك بالخير الله يجازيك. صافي حسبت انت ان شاء الله هاد المشكل ما نبقاوش نجبدوه صافي تحل هاد المشكل. السلام عليكم. تفضل مرحبا بك لاله مرحبا بك. شكرا السي النخيب الله يكبر بيك. حنا انا المشكل اللي عندي هو انني كنفيق في الصباح كنبغي نمشي للخدمه وتيتلقاو ليا الشفارة كل نهار سعادة النخيب. واش انا سمع من حل هو كاع رزقي داوي ليا وبقى لينا شي حل الله يرحم ليك الوالدين. صافي حسبيت انت يا بنتي ان شاء الله هاد المشكل تحلك غادي ندير كل بوليسي حاضي بنتي ان شاء الله منين تخرج من الدار تدخل للدار. لا صافي اسمح لينا سعادة النخيب. لا حنا ما عندنا حتى شي مشكل لا خليهم يجلسوا صافي ويلي حل بالي. لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل اسيدي مرحبا بك. ايه صفقوا لي بزاف على هاد الزيزون تبارك الله. هذا هو الوحيد فيكم اللي شكر الحي ديالكم وقال انه كتقدموا لي خدمه زوينه تبارك الله. شكرا لك بزاف. راه حنا ما قلناش لكم هادشي يا صاحبي. حنا قلنا لك ما عندنا والو انت كتقول لي كنشكروا الساكنه اين عنبو كاع الساكنه كاع وما يجينا. اسمح لي ندوزو لشي واحد اخر. تفضل مرحبا بك سيدي. انا سي النخيب صراحه ما كنكذبش عليك عندي واحد جد قديم بزاف فهمتيني يعني من داك التوراه فهمتيني شي حاجه مدوزه وكنطالب بغيت نولي نتخلص عليه عارف قديم. مرحبا ان شاء الله غادي ندير لك خلصه خاصه بك انت لجدك لانه قديم غادي ندير لك خلصه ان شاء الله غادي ندير لك 20 درهم كل 3 شهور ان شاء الله تولي تخلص عليها جي عندي دوز ان شاء الله يكون بخير تبارك الله. دوزو شي واحد اخر. مرحبا. يقول أنه يعاني من مشكلة اللغة الفرنسية فإنه يتكلم بها في الحي الذي يسكن به ولكن لا يجد من يفهمه جيدا في الحي. فمثلا عندما يذهب عند البقال يقول له أرجوك أعطيني كيل فورسا فيقدم له الحليب فأصبح يشرب الحليب دوما لأنه لم يجد الذي يفهمه. فأرجوكم توسلوا إلي واعتقون فإنني أشرب الحليب فقط إنني أريد فورسا يا عباد الله. وي اي نو
I am here because شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم وعلى الاراء ديالكم اللي طرحتوا لنا في هاد الندوه لهاد الندوه الانتخابيه. وان شاء الله كاع المشاكل اللي طرحتوا لنا باذن الله غادي نحلوه لكم ان شاء الله. ما بغاش تحليه تفلتوا معاد باش غادي نحلوهم لكم في الوقت. غادي نحلو لكم ان شاء الله هاد المشاكل ديالكم. فتبارك الله عليكم وما تنساوش تصوتوا لنا، صوتوا على حزب حزب صراحة باقي ما لقيناش ليه الاسم ديالو، ولكن ان شاء الله كنوعدكم اننا حنا غادي نلقاو ليه الاسم، حنا غنلقاو ليه الاسم ان شاء الله وغنصوب ليه الشعار ديالو. غير كون هاني ان شاء الله، غير صوتوا علينا وما يكون على الخير. بارك الله عليكم ونتلاقاو من وراء الانتخابات اذا شفتوني ان شاء الله. شكرا على تفاعلكم الكثير بي. شكرا.